الكل يعرفونه ممثل، وكثار تفاجأوا انه هو مغني المفضل عندهم، يسمعون اغانيه دائما وصوته في فقرة سفر السوريان. طبعا حديثنا اكيد عن شادي الصفدي، الممثل والمغني والعازف اللي فنه دخل قلوب الشباب وحسوا منهم وفيهم، خصوصا الاهتمام بصناعة الاغنية السورية المعاصرة وتجديده للتراث للارتقاء بالاغنية السورية. اهلا وسهلا فيك يا شادي، منورنا اليوم. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك، منورنا. اول شيء خلينا نتكلم عن بدايتك في التمثيل، وخصوصا انك رفضت في المعهد العالي للفنون المسرحيه لعده سنوات، فشلون دخلت لهالعالم هذا؟ والله الحقيقه هي القصه تقريبا كل الشام بتعرفها يعني. قدمت 6 سنين انا وما كنت انقبل لموقف شخصي بيني وبين رئيسة قسم التمثيل. أوف. لموقف انا ما بعرفه الحقيقه لليوم، ومن فترة اجتمعنا أنا وياها وهي قالت لي أنه فعلاً أنا ما بعرف ليش هيك عملت. الموضوع بحبه كتير وشي بدمي يعني، ضليت عم حاول وعم حاول وعم حاول، للحمد لله هيك قدرت يعني لاقي مكان صغير بهالمساحة الكبيرة الموجودة. بس يعني 6 مرات يا شادي، يعني في ناس يترفضوا مرة واحدة ويقول لك خلاص فقدت الأمل وما بجرب ثاني. 6 مرات وليش كان عندك هذه الإرادة والإصرار؟ لأنه أكتر شيء بكرهه بحياتي أنا الظلم. أنا وقت قدمت أول سنة ما كنت منيح، تاني سنة كنت بعرف حالي منيح، بس في فعلاً شيء صار أنا ما بعرفه، يمكن تشابه أسماء فيك تقولي. نقبلت بالسنة الخامسة وجبت معدل ما شاء الله، لكن هذا الشخص كان مسافر، لما رجع لقى اسمي موجود عمل وركشوب وطلعني. الله يسامحه. عم غادر هو بالسنة السادسة، رحت جبت استثناء عمر وبدي أقدم وما أحلاني. قبل بيوم أول مرة بتصير بتاريخ المعهد بيلتغوا كل استثناءات العمر، فبس ضليت مقاوم يعني. ما شاء الله عليك. وهذا الإصرار يعني، بس ما شاء الله عليك شفناك بالكوميديا وبالدراما وعندك أعمال كثيرة مثل الوقواق والخربة والندم وبقات ضوء والقرابيب السود وغيرهم الكثير. نعم. فأنت وين بتلاقي نفسك أكثر، هل بالدراما أو هل بالكوميديا؟ هلأ بمجال التمثيل هو وين ما كنت أنت أحلى شيء أنك تعمل شخصية تكون صعبة عليك، تحاول تتبناها وتحاول تطلع منها شيء يحبوه الناس. هلأ دائما أنا بياخذوني كشرير، ما بعرف يمكن أول رياكشن هيك. بحب الكوميدي كثير الحقيقة. إيش المواقف اللي تحس إنه تعرضت لها في حياتك وحسيتها أثرت فيك كممثل؟ يمكن هذا أول واحد، فكرة الظلم في المدرسة، لكن إيش كمان في مواقف؟ الحقيقة هي المرحلة اللي مرت عنا كانت صعبة كتير علي، خسرت فيها شغلي كله. أنا كان عندي سلسلة مطاعم خسرتها كلها، وما بدنا نفوت بتفاصيل إني خطفت وا 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 وا. أوف. واللي بيفاجئ أكتر إنه الناس اللي حواليك وقت جد فعلاً تكتشفي أنت أنه لا ما في حدا يعني، فهذا شيء أعطاني مثل دافع أنه يا بدي انكسر وخلاص يقاس، يا أما لا بدي أرجع أحاول. فهذا المخزون. ما في حدا زي مين شادي؟ ما في حدا زي مين يعني؟ الأصدقاء، الأصدقاء، العائلة، باستثناء الأم والأهل يعني. إيه وقت الجد فعلاً الواحد ما له غير حاله وقت الجد، فهذا مخزون كتير غني صار عندي، ساعدني الحقيقة، بس تجربة صعبة كتير. بس شادي أنا يعني من اعتقادي متواضع إن خصوصاً في هذا الوقت من الزمن الممثل السوري في رقبته مسؤولية كبيرة جداً، لأن إحنا يعني جالسين نشوف المشهد، يعني الشعب السوري كله عانى كثير 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 في الفترة الماضية، فأنا أعتقد إن في الفترة الجاية كثير ضروري إن خصوصاً في المسلسلات إن صح التعبير إنكم تسوون الواقع اللي صار في هالفترة هذه، إن راح يحس الشعب السوري بلمسة معينة إن إحنا مرينا بهالشيء هذا، وراح نشوفهم من ممثلين سوريين لأنهم هم عاشوا بنفس الشيء اللي عشنا فيه إحنا. صحيح. هلا لك شغلة مهمة، الناس بسوريا هاي الفترة عم يعني أنا بوجهة نظري الشخصية لازم نبعد عن الشغلات اللي بتوجع، لأنه كتير توجع يعني نحاول شوي ننسيه، لأنه فعلاً الشيء اللي مر على الناس هنيك صعب كتير، صعب كتير حدا يتحمله. فأنا من وجهة نظري مع أنه نبعد شوي ننسيه شوية صغيرة، لأنه هاي الذكريات ما راح تنسى، صعب تذكروا فيها. بس هل شادي كان بالنسبة لك سهل أنك تنسى، ولا حسيت أنه الألم استخدمته في كقوة بالنسبة لك؟ بالضبط. هلأ أقول لك شغلة، متى ما وصلنا لمرحلة نعرف أنه الماضي هو أسطورة وما أنه موجود منقدر نقدم لقدام، لأنه بس تتذكري الماضي أنت بس تتعذبي وبتتعبي، فهو خلاص ماضي، شو بدنا نعمل هلأ؟
بس يعني بعيدا عن التمثيل انت ما شاء الله عندك جانب اخر مضيء وجميل جدا اللي هو انت مؤسس فرقه سفر السوريه للغناء صح؟ انا بس هيك توضيحا، انا وفي اخي وشريكي وافي العباس اعزف العود، هو بال 99 بلشت الفرقه وبلشنا نشتغل عليها لحد الان عم نشتغل على مهلنا. صحيح ممكن نحن كل سنه نطلع اغنيه بس عم نعمل شيء هيك مقتنعين فيه وعم نصنع اغنيه بنحترم الناس فيها. ايش اللي الصعوبات اللي بتواجهكم في هذا المجال؟ نحن بنعمل كل شيء من A to Z، كل شيء من أنجو وكل شيء بنساويه هي من فرقه سفر، ما في دعم. بتعرفي الموسيقى لسه اساسا فكره الفرقه بسوريا فكره صناعه الاغنيه الكامله مو تجديد التراث و قليله كثير لسه، فنحن عم نحاول نكون سباقين لهذا الموضوع لانه فعلا بنحبه. قلبك يميل اكثر للتمثيل ولا الغنى؟ للاثنين اكيد، مع انه يعني شويه هو كان الموسيقى والغنى شيء الي يعني ما كنت مفكر انه يطلع لبرا لانه كهوايه بالضبط. ايه؟ بس شوي شوي هيك الناس شجعتني كثير والحمد لله عملنا حفله كثير كبيره من فتره. ما شاء الله. طيب يعني في المستقبل حنشوف يعني التمثيل اكثر، حنشوف اعمال دراميه اكثر أكيد. ولا حنشوف اغاني اكثر؟ لا فين حنشوف أكيد. الاثنين نشوف الاثنين وان شاء الله ان شاء الله في هون مهرجان بدبي يمكن نكون مشاركين فيه بعد فتره ان شاء الله هيك تستاهلون كل خير. بس شادي وش الجديد؟ هل في اشياء جديده مستقبلا مستقبل قريب؟ اكيد هلا عم نصور شيء هيك شوي تانية بنحكي عنه ما فيني هلا احكي عنه وكمان عندي تصوير بسوريا. إيه لا في دراما منيح. بس ايش عمل دراما ولا كوميديا ولا دراما هون وكوميديا بسوريا؟ بسوريا ما شاء الله لايق عليك والله الاثنين ترى باين كذا روحك جميله وحديثك للامانه شيق جدا. تسلم. احنا سعداء نسمع نصيحتك للشباب شاد اليوم، الشباب اللي في سوريا اللي عندهم احلام كبيره اللي عندهم الالم لكن برضو عندهم احلام ويبغوا يتجاوزوا وينسوا زي ما انت ذكرت. يعني هي شغلة واحدة، الخوف هو وهم وكل شيء ممكن يصير، ما في شيء مستحيل نهائيا. وين ما كنت وشو ما صار معك وشو ما عملت وشو ما سويت اللي بدك اياه اذا بتفكر فيه وبتركز عليه اكيد بصير. اكيد صحيحة حلوة. يمكن احنا تكلمنا اليوم عن الإقناع شادي وذكرنا ان اول شيء لازم تقنع نفسك بالشيء قبل ما انت تقنع غيرك. شكرا لك شادي.